بسم الله نكمل. بصراحة أحمد، في حاجة بس عايزين نقولها، إن في بعض الثلاجات بيكون فيها فيوز. بعد الفيشة كده بيكون فيها فيوز، ده عشان لو طلع، لو لقيت إن الثلاجة قطع خالص، تبتدي إن أنت تدور هل في فيوز أو لأ. والفيوز ده زي ما أنت شايف كده، هو في الجزء البلاستيك ده فيوز زجاجي صغير. طبعا مش كل الثلاجات اللي بيبقى موجود فيها الديجيتال اخطر، وبرضه في المانيوال كان بتاعك كان بينزل في كريات وبينزل في موديلات ثانيه. مكانه فين؟ بيختلف من حاجه لحاجه، بس غالبا بيبقى جنب جنب بالكهرباء. بس الثلاجه المفروض ما فيش حاجه اسمها مكانها فين. يعني دلوقتي هنتكلم بس عن التايمر، وهتلاقي ان التايمرات مكانها فين ابحث مع الشرطه. زمان لما كنت في بدايه شغلي كان اكتر حاجه بتتعبني ان اطلع ادور على يعني زي شغلي، ما كنتش شفت حاجات كتير، لكن ده كده خلاص عارف ان الكراسي اللي بتحطه في الحته الفلانيه يعني بقت شبه معروفه مع الشغل بتاعه. لكن كان في بدايه شغلي كان اكتر حاجه بترهقني موضوع التايمر مكانه فين. تمام؟ لان التايمر كان اول ما اشتغلت كنت اشتغلت في مركز في مدينه نصر عند الحديقه الدوليه، فكان كل اغلب الحاجات هناك كانت حاجات مستورده. التايمر ممكن تلاقيه، التايمر هو اللي هنشرحه دلوقتي، ممكن تلاقيه موجود تحت المرايه. يعني تفك تفتح الباب وتفك المرايه اللي هي الجزء بتاع الهواء اللي احنا اتكلمنا عليه في دايره الهواء من الوش كده، ويبقى التايمر موجود جوه. وفي ثلاجات بيبقى موجود في الظهر جنب الموتور، وفي ثلاجات بيبقى موجود جوه العلبه بتاعه الترموستات، وفي ثلاجات بيبقى موجود في الظهر. كل شركه بتحط مكان التايمر في مكان. وفاكر ان في ثلاجه كان دكتور كان اتصل عليا، كان الثلاجه بتاعته ما حدش عارف يصلحها، وكذا فني راح وما حدش عارف. فاتصل عليا بقى العبقري بقى بتاع التقني وبتاع الكتب، رحت هناك قعدت نص ساعه بدور على مكان التايمر. بص انا ايه، انا كنت قاعد جنب الثلاجه مش لاقي مكان التايمر فعلا، بقيت افك، فكيت الترموستات وفكيت علبه الترموستات وفكيت علبه المبخر وفكيت ورا الثلاجه ومايل الثلاجه وابص من تحت مش لاقي. هو سابني نص ساعه كده بيقول لي يا باشمهندس انت في حاجه؟ بقول له التايمر كان ثلاجه ثانيه، كان الراجل ده او الدكتور ده كان شغال في السفاره بتاعتنا في اليابان، وهو جايبها معاه من بره. انا اشتغلت في ثانيه الياباني، اشتغلت فيها موديلات كتير فعارفها، بالنسبه لي مفيش مشكله. بس الموديل ده كان اول مره اشتغل فيه، وهو ممكن يكون ما حدش شافه قبل كده لان ده هو جايبه من بره، ده كان هو بنفسه في اليابان وجايبها معاه. فقال لي طبعا، قلت اسالني طبعا، اسالني انت ايش عرفك. فلقيت في الثلاجه دي بس اللي كانت موجوده وما قابلتنيش تاني، موجوده تفك المكثف اللي هو الشبكه السوداء اللي ورا، تفكه كده وتروح جاي عامله، وتحتيه في حته صاجه زي كده معموله بلون الظهر، تفك مسمارين تلاقي فتحه تجويف التايمر جواه. طبعا مجرد يعني ما ربنا يستر وهو يعني عرفني مكان التايمر فين، خلاص بالنسبه لي طلعت ورقه وقلم اطراف التايمر وبدات اقيس. شفت اللي انت عملته في الثلاجه الباب الواحد الثلاجه بابين، ان اسلاك فوق واسلاك تحت، بدات اقيس كل الاطراف رايحه فين وجايه منين، لغايه رحت راسم الدايره. ها عرفت الغلط فين، كان الدايره دي كان في فنيين كان لعبوا في اطراف الكهرباء بتاعتها في التوزيع بتاعتها. فبالنسبه لي خلاص رحت فاك كل الاطراف، رحت مقسم واشتغلت مفيش مشكله. بس تخيل بقى لو كان هو مش عارف مكان التايمر، وانا ما يجيش في بالي ان هو فك المكثف ويبقى موجود. فحته التايمر فين دي كان زمان في الامريكاني وفي الشغل المستورد كان بتبقى مشكله، لكن دلوقتي بقت الموضوع بقى اسهل، لان اغلب اللي موجود تشيبا كريازي ايديال زانوسي مش عارف ايه، كلها حاجات ما بيبقاش فيها الصعوبه ان هو يخبيها، لكن غير الشغل الامريكاني والشغل الياباني والكلام ده. المهم بقى نرجع للتايمر. التايمر هو المخ اللي بيقسم الضفيره، مش احنا كنا بنقول دي زمن للتبريد وزمن للتسخين؟ هو التايمر المسؤول عن كده.
التايمر بيتكون من ايه؟ بيتكون من موتور كهربي كويس، وفي مجموعه من التروس، هذه مجموعه من التروس بيحرك عده كونتاكتات. بالبلدي كده لو جينا نلخص الموضوع هتلاقي ان التايمر الكويل ده اللي احنا اتكلمنا عليه ده ملف كهربي، فلازم يكون ليه طرفين 220 او 110 على حسب الفولت، بس هو ايه طرفين كهرباء، ادي طرفين، وفي طرف منهم بيكون مشترك في وضع يدي للتبريد يعني يشغل الكبات، وفي وضع تاني بيشغل السخان. فبقى عندك هنا لو انت زي ما انت شايف كده اهو، دول طرفين موتور التايمر تمام، والطرف ده بص في وضع هنا بيوصل مع الكبات او يوصل مع السخان زي ما هو موجود هنا، وهنلف ده دلوقتي وصل هنا وراح موصل شويه وراح موصل هنا تمام؟ حاجة بس قدام الكاميرا احمد انت اللي شايف ده هنا ايه؟ كده دلوقتي ده الكونتاكت اللي في النص انت كده تمام اهو واضحه كده، الكونتاكت اللي في النص ده موصل هنا. الزمن الكبير ده زمن ايه؟ التبريد ولا التسخين؟ التبريد. الزمن الكبير زمن التبريد كده، كل ده اهو واضح يا احمد؟ تمام كده اهو زمن التبريد. التبريد ده داخل على التسخين. فصل هنا على فين؟ التسخين. على التسخين. زمن التسخين زمن صغير، طلع من التسخين داخل على التبريد، خلص من التسخين رجع على التبريد. بصوا انت لسه واقف هنا اهو، ايوه معلش تعالى يا محمد، ده كده ايه الزمن الكبير، كل ده الزمن الكبير ده زمن التبريد، فصل راح للسخان سنه صغيره وراح عامل ايه وراح رجع تاني. ناخد بالنا من حاجه، ان الجزء ده بتاع التايمر ده بيلف اتجاه واحد، عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة؟ مع عقارب الساعة ملهاش دعوة. هتلاقي التايمر ده كده لما لف، لف مع ولا عكس؟ ادي ده كده كده بيلف كده اهو، يبقى بيلف مع. ايه؟ مع. طب لو جبنا التايمر في تايمر كان قريبي كان بيلف عكس ده كده بيلف ايه؟ طيب ده كده بيلف ايه؟ باين احمد هنا؟ ده كده بيلف عكس عقارب الساعه ماشي؟ بيبقى في دليل عليها سي وفي. طبعا هو ده معروف بتاع التوشيبا يعني مش بس انا مش حابب ان احنا نتكلم في حاجه، عايزين ناخد المعلومه نقولها كمعلومه عامه مش معلومه خاصه، يعني التايمر بيلف ممكن عكس عقارب الساعه او مع عقارب الساعه، انت هتبتدي بالنسبه لك ما تتعباش، عمل لك دليل ماشي تمام؟ بس ناخد بالنا من حاجه، ان في تايمرات زي التايمرات، التايمر اللي انا كنت لسه ماسكه هنا لو جيت تلف التايمر مش هيلف معاك خالص، لا مع ولا عكس. ليه؟ هتلاقي ان التايمر ده شايف انت الجزء الرصاصي ده؟ انا اشوف واحد تاني اهو، شايف انت ده الجزء الرصاصي دوت باينه؟ ده هتلاقي ان انت علشان تلفه لازم تاخد الجزء الرصاصي ده سنه كده. طبعا لما هنوقف تصوير التايمرات هيك كده هتصيروا تقيسوا عليها ماشي؟ يعني مش هينفع، يعني ده لو هو مكانه كده وانت بتعمله بص معصلك مش راضي يلف زي امان يعني ماشي؟ زي امان لازم تبقى عامل ايه؟ بص لما انت تاخرت انا كده شويه فعامل ايه؟ راح لاف في حته. احمد بص
هنا في ده اهو. تمام. الحته دي كده تعمل كده يلف، لكن لو هو كده بص واضحه. الشاهد من كلامي ان انت ما تبقاش حافظ، انت بتتعامل مع قطعه غيار، بتتعامل مع قطعه غيار. ابتدي لو انت اول مره تتعامل معاها او المنتج اول مره تتعامل معاه، ابتدي اتعامل معاه بطريقه المستكشف. هقول الكلمه اللي كان استاذ ايميل يعني ربنا يكتب خير اللي كان بيقولها لنا، انا هعلمكم، مش هعلمكم تكييف وتبريد، لكن هعلمك ازاي تفكر في علم التكييف والتبريد. كان دايما يأسسنا استاذ ايميل واستاذ وليد، كان دايما يأسسنا ان احنا ازاي نفكر. كان دايما يقول لنا التكنولوجيا اعلى مننا بكثير. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت في الوقت اللي احنا فيه ده في جهاز، ثلاجه، غساله، بوتاجاز، في جهاز ايا كان احنا مش عارفين عنه حاجه. فوقت ما هيجي لنا لو في مصدر معلومه ماشي، ما فيش مصدر معلومه هتبقى انت مصدر المعلومه، انك تقدر لو في قطعه بايظه وانت تقدر تفتحها وتقيس وتشوف الحاجه اللي جواها او بالقياس. تمام؟ لغايه كده في مشكله؟ التايمر بيبقى عليه ارقام. ماشي؟ 1 2 3 4. حته الارقام دي عشان انا مبدئيا هقول لك ما تتعاملش بالارقام. بس للاسف ان في ناس كثيره سواء في فيديوهات او في شغل او كده تقول لك مش عارف 1 ايه 3 ايه 2 ايه 4 ايه، ما تتعاملش بالارقام. وده السبب ان في تايمرات الارقام بتاعتها بتبقى مختلفه. ده هنا بيقول لك ان التايمر الشفاف، في تايمرات ممكن تبقى شفافه مش هتفرق، هو تايمر عادي خالص، بس كل الحكايه ان ايه؟ ان الكونتاكتات او التروس بتبقى باينه قدامك. التايمرات ماشي ليها اشكال كتيره. زي يعني التايمر ده اللي هو زي ده، التايمر ده اللي هو زي ده، في التايمر ده اللي هو زي ده. الخلاصه ان في ده بتاع التوشيبا اللي هو ده ماشي. الخلاصه ان في اشكال كتيره من التايمرات. انت من المفترض ان انت عايز تحدد مين الطرف الكهرباء اللي لوحده، ومين الطرف المشترك، ومين طرف التبريد، ومين طرف التسخين. تمام؟ في ناس بتبقى عارفاها بالارقام، يقول لك مش عارف 1 كذا 2 كذا 4 كذا 3 كذا. وده زي ما احنا هنشوف الحاجه اللي بعدها، ان في التايمرات ممكن تلاقي نفس التايمر بالظبط لكن عدد الساعات بتاعته مختلفه او الارقام بتاعته مختلفه. يعني بص التايمر ده كترتيب كشكله كترتيب ترامل هو هو، بس هنا يقول لك 1 4 3 2، هنا 3 4 1 2. يبقى اعتمادك على التايمر في الارقام غلط. ده تايمر تاني اهو، شكل تاني، ادي اهو 1. شفت عدة التايمر هي مش فاكر العدة دي هي دي، بس هنا بيقول لك 1 2 3 4، وهنا 1 4 2 1 4 3 2. فهل الكونتاكتات هي والارقام اللي مختلفه؟ هل الارقام اللي مختلفه بس يعني الاختلاف، هل الاختلاف في الارقام مجرد ترتيب الارقام، ولا الاختلاف كمان في الكونتاكتات؟ كل شركه مصنعه انا مش عايز ما تبقى حافظ، انا عايز ان الافوميتر هو اللي يبقى عينك، هو القياس. تمام؟ طب نرجع للصوره دي. لو احنا عايزين نشتغل زي الناس او الناس بتشتغل ازاي؟ تحديد الاطراف. الشركه المصنعه سهلت عليك شويه، بمعنى احنا اتفقنا ان قلنا في التايمر في طرفين 220، في طرف لوحده بتاع للملف، والطرف الثاني بيبقى واخد للملف وهو واخد للكونتاكتات، صح؟ دايما الطرف اللي لوحده ده في تايمرات كثيره بيميزه. بمعنى يعني انت لو عندك التايمر ده بص هتلاقي الطرف ايه؟ ده لوحده وده هنا، ده المشترك هيدي 1 للتبريد 1 للسخان، مين التبريد مين السخان انا فعلا مش حافظهم. يعني في ناس كده بتبقى حافظاها يقول لك مش عارف 4 كذا
دباس واثنين سخان، انا مش حافظ لان الاطراف ما بقى انا 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 عبد اللطيف ما بعتمدش على الاطراف، انا من غير الاف انت خبيت عينيا انا مش شايف حاجه تمام. هنا عمل نفس الكلام، ادي ده الطرف اللي لوحده بتاع الملف ودول الثلاث اطراف، يبقى في النص مشترك واحد تبريد واحد سخان. في مشكله نعم، طرفين الملف لو عكستهم في مشكله، لو عكستهم في مشكله 22 مفيش مشكله. نتكلم على في مشكله على التايمر ولا في مشكله على الدايره؟ على الدايره مش عارف، خليها لما نخش في الدايره. عليك 22 مفيش مشكله نعم، نقول لهم 22 مفيش مشكله. طب خلينا نخش في الدايره. انا عندي في طرف في النص بيوصل للسخان، هيوصل يعني طرف للكبات وطرف للسخان. ايوه هيوصل الدايره مع ده وهيوصل الدايره مع ده. اه طب عشان بس ما نسبقش، خلينا احنا دلوقتي انا مش عارف وانتوا مش عارفين. ماشي. تمام؟ ولما نبتدي نجمع الدايره افتكر سؤالك. عشان ساعتها دي عشان في غلطات كتيره الفني ممكن ان هو يقلب اطراف او حاجه، هنشوف ايه اللي هيحصل. ماشي. تمام؟ هنا في التايمر ده ثلاث تلامس زي بعض. تمام؟ لا مش هو بص هو عامل لك حته بلاستيك موجوده هنا. بصوا انتوا عليه هنا اهو، بصوا هتلاقي في حته بلاستيك، الحته اللي مش باينه هتلاقي في حته بلاستيك هنا فصلت لك ده عن ايه؟ واضحه في ال اه بصوا عليه عشان هي مش واضحه هنا في الصوره. تمام؟ في تايمر ثاني خلالك طرف الملف فين؟ اهو طرف لوحده وباقي الاطراف، فعرفت ان ده اللي في النص واحد تبريد واحد. طيب كده في مشكله؟ يبقى انا لو انا عايز اشتغل بالطريقه دي مش هقدر اقول لك انه غلط. وفي اللي هو التايمر ده عشان ده مش باين هتلاقيه عامله بنفس الطريقه، عامل لك واحد مسافه. كنت بشرح مع في كورس وكنت بقول لهم الكلام كده وبقول لهم الايه؟ بعد ما واحد خلص الكورس راح قال يا هندسه انا قابلني تايمر الاربع اطراف زي بعض. قلت له انا ما قابلنيش، ابعته لي. الراجل المشكور راح يجيبه لي عشان يصحح لي المعلومه. ما هو مش عيب ان انا يبقى عندي معلومه ناقصه واصححها. مش عيب ان انا يبقى عندي معلومه غلط وواحد يجي يقول لي لو انت غلط او الاصح منها كذا، انا لازم اتقبل. ولازم في حاجه زي كده اروح عامل فيديو اصحح للمعلومه للناس، ده لو كانت المعلومه جوهريه ان هي انها تطوق حاجه. لكن لو كان مجرد معلومه ناقصه يبقى ربنا يسهل وايه؟ وفي الفيديو اللي بعده تبقى صح. فراح بعت للتايمر، التايمر ده بالنظر مش هتلاقي بينهم فرق. يعني بص بص تعالي اهو، بص احنا هنا واضحة؟ بالنظر مفيش طرف مختلف يعني كده وضحت؟ فهنا يبقى نرجع لمين؟ الإيه؟ نرجع بقى للي أنا كنت بقوله لك إن الأب هو عينك. فهتقيس التايمر إزاي؟ لو أنا معايا التايمر أنا بعتبر إن التايمر أي طرف أهو، أنا ما عنديش أي حاجة بأي حاجة خالص. أول حاجة نقولها ان قيمة المقاومة الخاصة بالملف المقاومة عالية، عالية كام؟ أنا ما أعرفش. أنت لما هتيجي تقيس بالآبو أنا هرميك في البحر، في بتاع 15 تايمر أو 20 تايمر قدامك أهو، أنت هتعمل إيه؟ تاخد وتقيس وتطلع لي القيم، هل كل التايمرات القيم بتاعتهم واحدة؟ ما أعرفش، أنت معاك الآبو وقيس. هل في تايمر فلاني القيمة بتاعته مختلفة عن التايمر؟ دي إحنا هنعملها بين بالتجربة. بس في الاخر احنا اتفقنا ان في طرف الملف مقاومته عاليه. تمام؟ فانا لو جيت قلت هنخلينا على التايمر المعروف اللي هو اللي هو الليلوي، انا عرفت ان دول ملف صح؟ لو انا قلت دول وادوني اي رقم، يعني الرقم المفروض ده كلام غلط، 10 كيلو ومليون مليون اوم، اي رقم ماشي؟ طب انا لو قلت الطرف المشترك ده
مع ده او ده، ايه اللي هيحصل؟ لا هو لازم الاول اعرف انا ظابط التايمر على المسافه الكبيره ولا الصغيره. لا يا احنا بس ما انا عشان اقول ان ده الله ده وصل، طب انا ده بتاع سكان ولا بتاع تمرين؟ انا عرفت اعرف من البقر، يبقى لازم الاول انا اثبت البقره على المسافه الكبيره. مش انا كده لما لقيت سبت التايمر هو على المسافه الكبيره، مش كل ده كده كنت زي اللي احنا عملناه هنا؟ ايوه مسافه كبيره. يبقى انا في المسافه الكبيره ده طرف المشترك موصل مع مين؟ مع التبريد، مع طرف الكبات. فانا هقيس واشوف الطرف المشترك وصل مع ده ولا وصل مع ده؟ وصل مع ده مثلا، يبقى الطرف الثاني سخان. صح؟ طب لو انا جيت اس هو موصل مع التبريد، لو جيت اس طرف كتابه التبريد مع طرف الملف هيديني ايه؟ مقاومة عالية. تمام؟ فانا دلوقتي بالنسبه لي بقيس رقم المشترك مع بجيب على وضع التبريد اللفه الكبيره واجيب رقم المشترك مع مين؟ مع الكونتاكت. واسطه عرفت ان التايمر شغال. طب بعد كده ابتدي الف التايمر لغايه ما اسمع صوت التك. تمام؟ كده عمل ايه؟ كده فصل. يبقى كده دلوقتي الكونتاكت نقل على مين؟ على السخان. لازم اقيس الطرف ده مع ده. لو وصل يبقى السخان تمام. لو وصل يبقى الكونتاكت كان كده تمام. كده التايمر سليم؟ كهربيا اه. اي كهربيا اه، لكن ممكن يبقى فيه عطل في التروس. في ساعات تايمرات انت قست الكونتاكتات سليمه وقست على طرفين الملف، على طرفين الملف الضغط في المقاومه او قستهم 220 قستهم 220 التايمر اشتغل. بس هل كده اقدر اقول ان التايمر ده سليم بنسبه 100%؟ لا. لان في الحاله دي هو سليم كهربيا لكن ميكانيكيا غلط. او ممكن يبقى فيه مشكله، مش ممكن انا يكون عندي حاجه في علبه التروس ده ترس مكسور. ممكن يكون ترس بيعلق، ساعات التايمرات بتركب. فانا في الحاله دي هعمل ايه؟ بس دي خليها كمان شوية، هعرفك ازاي تعمل دايرة وهنعملها عملي، نقف نعملها عملي مع بعض هنا، بحيث ان انا اختبر ان انا بجيب التايمر واسيبه شغال الست ساعات بتوعه. انا لما باجي بعملها بعمل ايه؟ بجيب على التايمر لمبة صغيرة ولمبة كبيرة. اجيب دي خليها لما نوصلها عملي. هنوصل التوصيلة دي عملي ونضيفها للفيديو. تمام؟ خلينا دلوقتي في حدود التايمر ده. احنا عايزين نقيس التايمرات قبل ما نخش على الدايرة. هنوقف تمام ونقيس تايمرات كتير، لان انت عشان تفهم توصيلة الدايرة لازم تفهم ايه؟ لازم تفهم القطع، كل قطعة لوحدها. فاحنا هنوقف دلوقتي وهنقعد نقيس التايمرات ونصلي العشاء ونرجع نكمل الدايره بتاعت دايره اختبار التايمر، وبعد كده نخش على الدايره. اقفل يعني. احنا دلوقتي معانا اهو مجموعه من التايمرات. لما سالتوني قيمه الاوم قد ايه؟ قلت لكم معرفش. صح؟ صح. لان انا فعلا معرفش. قيمة الأوم بتتغير من تايمر لتايمر. احنا معانا دلوقتي حوالي 20 تايمر. اخترنا منهم أربع تايمرات بأشكال مختلفة. تمام؟ هنبتدي نقيس نحدد إزاي كل تايمر ونشوف أول حاجة القيم بتاعة الأوم. هنشوف أول حاجة قيمة الأوم الخاصة بمين؟ طيب. بكل تايمر. في التايمرات اللي هي معروف الاطراف بتاعها، بس خلي ده كده اهو عشان يبقى ايه، يبقى ظاهر وتقولوا انا ضابط هنا على كام؟ على 200 كيلو. كيلو. ماشي. هنشوف طبعا يعني زي ما احنا كنا قلنا ممكن يبقى اكتر ممكن يبقى اقل. انا عندي التايمر ده بما ان الاطراف بتاعته معروفه فانا عارف ان الطرف ده والطرف ده هم اطراف الملف. ماشي. فانا هنا هنشوف الملف ده جايب كام؟ جايب 7.8.
يبقى ده 7 ايه؟ 7 كيلو. 7 كيلو. 7 كيلو يعني 7009 من 10 يعني حوالي 8000 اوم. يبقى الملف ده كام؟ 8000 اوم او 7900 اوم. تمام؟ تمام. ادي اهو. طب تعالى نشوف التايمر الصغير ده. برضو هنا باين لي ان الطرف ده والطرف ده هما الاطراف. بتوع الملف. بتوع الملف. ده هنا جايب كام؟ ده جايب 26 و6 من 10. خلي يبقى ظاهر في المعدوم. باين كل حاجة. ما كانش كده مثلا اعمل كده اهو عشان يبقى قدامك. كل حاجة واضحة. ماشي كام؟ 26 و6 من 10. 6 لا لازم تقولها صح 26 كيلو. 26 يعني 26,600 اوم. تمام. تمام؟ هنا كان كام؟ هنا كان 9 او كان 8000. كان 8000 اه. طيب تعالى نشوف هنا. ده انا مش عارف الاطراف بتاعته لكن احنا طبعا قسناها مع بعض فعرفنا ان الاطراف دول كام؟ 27 كيلو 27000. طب تعالى نشوف عم التايمر الصغنن ده. مش جاي. ما هل بايظ او لا؟ طبعا التايمرات اللي احنا عملناهم اربعه دول انا مختبرهم قبلها من ضمن ال 20. علي التايمر. علي كمان. اه كام؟ 2.2 كام؟ ضابط البتاع على كام الاول؟ 200 مليون على 200 ميجا. 200 ميجا يعني 200 مليون. الميجا اللي هي المليون. أيوه. ده كده جايب كام؟ 2 مليون وكام؟ ونص. يعني 2 مليون و500 الف. خدت بالك لما انت كنت سالت لما كنت سالتوني قيمه المقاومه كام قلت لك ما اعرفش الافو اللي هيقول لنا. ادي اربع تايمرات اهم كل تايمر كام بقيمه مختلفه. تمام؟ تمام. هل كده المعلومه وضحت؟ وضحت. طب انا دلوقتي عايز اختبر التايمر. هنجيب على اي تايمر وليكن التايمر ده ماشي وهنرجع على ال 200. ما احنا خلاص عرفنا الطرف اطراف الملف وعرفنا ان الطرف ده هو المشترك. ماشي هاتي على ال 200. لازم الاول قبل ما ابتدي اقيس لازم الاول اقول انا لازم التروس على اني على اني حاجه على السخان ولا على السخان ولا على التبريد. دايما تبتدي بالتبريد. انا كده بص شايف المسافه الكبيره اهي دي تبريد وهثبت على طرف المشترك وهبتدي اقيس ما بين اليمين والشمال. اللي هيقيس معايا يبقى هو ايه؟ يبقى تبريد. هو التبريد. ادي اهو ده كده مقاس يبقى التبريد. يبقى انا كده اني عرفت ده المشترك ودوه تبريد. تبريد التبريد. تمام. ابتدي اجيبه على التسخين. تمشي بالراحه عشان ما تعديهوش. تمام. هبتدي هنا اهو قيس ما بين كده جاب الناحيه الثانيه اللي هو ايه؟ نفس اللي هو التسخين. فكده انا عرفت ان ده المشترك ده تبريد وده تبريد التبريد ده وده التسخين. ايا كان الارقام اللي كانت مكتوبه عليه ما تخصنيش. تمام. وعرفنا ان انا دلوقتي هنا ان لو انا جيت قست دلوقتي على السخان وهنا على السخان اهو كده على السخان اهو. لو انا جيت دلوقتي قست الكونتاكت ده مع كونتاكت الملف الناحيه الثانيه كانهم توالي مع بعض، هل هيقيس معايا؟ لا. ليه؟ لان ده كان جايب 2 ميجا فمش هيجيب. ايوه. فانا دلوقتي بكل بساطه عشان لو احنا قلنا نعيد ثاني كده طريقه اختبار التايمر، بكل بساطه انا بجيب على زمن التبريد وانا حددت طرف الملف، بجيب على الطرف المشترك واشوف الطرف المشترك هيقيس مع مين؟ الطرف اللي هيقيس معاه يبقى هو ده التبريد، واروح لافف التايمر على الزمن الصغير اللي هو زمن التسخين اختبر ان الطرف الثاني الكونتاكت. احنا كده دلوقتي اختبرنا ان الكونتاكتات سليمه ولا لا؟ سليمه. طب هل انا دلوقتي التايمر وهو كده اقول ان هو سليم 100% واطلع اركبه للعميل؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان انا لو عملت حاجه زي كده ممكن يكون في عيب في التروس. فانا دلوقتي هعمل دايره صغيره اقدر اختبر بيها التروس بس هختبرها عن طريق الزمن. كابل الكهرباء اهو
هجيب في كابل الكهرباء على اطراف الملفات على كده دلوقتي هديت لمين؟ للملف كده ال 220 بتاع التايمر. لو انا شغلت دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هيزن اللي هو هياخد 220. أيوه. طب انا دلوقتي عامل لمبه للكبات ولمبه للسخان، دول انا بقى بجرب بيهم. يبقى المقاومه الكبيره الكباس والمقاومه الصغيره اللي هي السخان. هي هنا مش موضوع مقاومات، انا عايز اخلي مين اللي هشتغل زمن كبير. ايوه الكبات التبريد صح؟ فانا عشان كده هركب للتبريد اللمبه الصغيره. انت بتختبر التروس. انا عايز اختبر التروس، فانا هشغله 6 ساعات، انا مثلا ده مكتوب عليه وليكن 6 ساعات و25 دقيقة. فست ساعات ده انا مثلا هاجي الساعة 12 الاقي فاصل. هاجي الساعة 12 هشغله. يبقى المفروض من 6 ل 5 6 ل 10 يعني هبتدي ان انا ايه اتابع معاه. ايوه فلما اتابع معاه هيجي المفروض يجي لما هو 6 ساعات والتروس سليمة، ايه اللي هيحصل؟ هيجي يروح فصل للتبريد ويروح يوصل لي السخان. يبقى انا لو هتابع معاه قيمة 10 دقايق او قيمة ربع ساعة. فهاجي ده هعتبره ان الكباس هروح مد السخان بقى. لا ده السخان وده الكباس. انا عايز الكباس اللمبه الصغيره. ماشي. هو الكباس كان ده ولا كان ده؟ الكباس كان تبريد. هقول لك ايه الفرق؟ مفيش فرق كمقاومه، احنا بنلعب مقاومات مش عارف حاجه، لكن الفرق ان انا في لمبه. لا يا عم انا في لمبه هتفضل شغاله 6 ساعات. افضل مشغل دي ليه؟ ما دي هتقرف لو في حد قاعد هتضايقه. وغير كده حاجه ثانيه، ده انا ساعات بعملها في الاوضه اللي انا قاعد فيها كده بالليل، بعيد عن اطفال بعيد عن اي حاجه، واجي اعمل الحاجه دي وانا قاعد، بحيث دي انا خلاص شغلت كبات، هل دي هتقطع نظري لو فصلت او اشتغلت؟ لا. لكن وقت ما هو انا عايز انها وصلت السخن اللمبه الكبيره لما تشتغل هتقطع نظر اي حد. مظبوط. لكن لو انا جيت عكست دي هتشتغل ثلث ساعه، الست ساعات ممكن يخلصوا ويخشوا على السخان ويخشوا على التبريد ثاني من غير ما احس. انا عايز الحاجه اللي تبقى مميزه تقطع نظري. انا ساعات مثلا بعملها واروح اعملها على تسجيل على راديو على اي حاجه، فانا هاجي ست ساعات وفي وقت التسخين يبتدي الصوت يشتغل. انا هاجي دلوقتي هنا اهو عملت ايه؟ هتدخل الايه الكبات. مش ده دلوقتي عشان اشغل اللمبه دي 220 خد الطرف كهرباء من هنا. ايوه صح. يبقى دي دلوقتي عايزه عشان تشتغل تاخد ايه؟ 220 طرف الكهرباء الثاني. انا معايا هنا في القضيب، مش ده طرف الكهرباء الثاني؟ ايوه ده من نظام كوبري. وهاجي اروح موصله هنا. تمام تمام. طب نيجي بقى لزمان التسخين. هات كده هترمي السكتين بترامل. خد دي. ما ده انا عايز السكه بترمله. ماشي. ادي هنا اهو. هاجي هروح موصل الطرف اللي هو من السخان وموصل على فين؟ اللمبه. هتاخد طرف برضه منين؟ نعم. تاخد طرف وش الطرفين دول مش هما الطرفين، اللمبه دي عايز تاخد الطرفين التانيين؟ ايوه. انا هعمل كده. انا هبقى اعمل رسمه وهضيفها للفيديو. كده دلوقتي نراجع بس نفكر الحاجات النقط دي والحاجات دي. يبقى انا دلوقتي اديت 220 لماطور التايم. ماشي. وخدت واحد من التبريد على اللمبه، الطرف الثاني خدته على طرف الارض الثاني، والسخان اديته على لمبه والطرف الثاني جمعته على هنا. حط كده الفيشه. شيل الشاحن وحط الفيشه. كده دلوقتي مين اللي شغال؟ السخان اشتغل. يبقى احنا هنعمل كده اهو. كده الكباس اشتغل. الكباس دايرة التبريد اشتغل.
هيفضل شغال قد ايه؟ انا خلاص انا كده سايبه اهو، انا قلت دلوقتي انا على الكباس شغال، هسيبه وهظبط مثلا عملته الساعه 12 عملته الساعه كذا واعد الست ساعات بتوعي، هيفضل يلف. لو هو التروس سليمه هيجي في الميعاد اللي انا قلت عليه اللي انا ضبط عليه بعد 6 ساعات او 8 ساعات على حسب الميعاد. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو هيفضل يلف كده اهو، فصل الكباس شغل السخان والسخان اشتغل. ما اجيش على كده واقول خلاص لا ده انا اسيبه فتره الثلث ساعه ولا ال 20 يعني 20 دقيقه او ال 25 دقيقه او 30 دقيقه لغايه عشان اشوف ما ممكن يكون فتره التروس بتاعت التبريد كويسه والتروس بتاعت السخان هي اللي فيها مشكله. يبقى انا عامل ايه؟ اسيبه كمان الثلث ساعة. ساعه دي لغايه ما يخش وضع التبريد، شيل فيشه. يبقى انا في الحاله دي عرفت ايه؟ عرفت واتاكدت بنسبه 100% ان التايمر بتاعي كهربيا وميكانيكيا سليم. تمام تمام. في مشكله ولا؟ لا تمام. افصل بقى.